سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم، اليوم غادي نجاوبوا على الاسئله ديالكم. حطيت لكم ستوري في انستغرام وسولتوني بزاف ديال الاسئله. سولتوني اسئله مهم بزاف الاسئله، غنجاوب على الاسئله ديالكم. المهم غادي نبداو باول سؤال. انا غادي نختار زعما غادي نختار هكاك ما نجاوبش بال السؤال هو شحال في عمركم. هذا ديجا جاوبنا عليه ولكن غنجاوبو حيت تدخلوا عندنا. حنا كملناش 18 عام دابا قرب نكملوا. لا لا اختي باقي باقي عندنا 18 سنين. دابا حنا بثلاثنا عندنا 18 عام انا وسلمى وفاتي. خاوله شنو ما كتحمليش فاتي وسلمى؟ سلمى نفس الشيء. دابا فاتي ما نقدروش نقولوش ما كيحملش ما كاينش معاها. شنو انا ما كنحملش في سلمى، ما كنحملش فيها، كتخوي بيا وما كتبغيش تذوقني وصافي. الشيء اللي ما كنحملش فيها كتعصب. انا اللي ما كنحملش فيها اولا لان شنو كنخوش بها كتعصب عليا. باش كنخوي بها واش هي ما كتبغيش تذوقني ما كتبغيش تشري ليا وكتعصبني كتخليني نشد معها الضبط انا ما ذوقهاش وصافي. الشيء اللي كيعصبني فيها شوف راه شنو الدوقين يحسن لك. وعرفتي خير الا كانت عندي شي حاجه شفرتي على ماكله ولا شي حاجه شي فيها وهادشي اللي كياكلوك يدك. شحال فيك في الطول؟ شحال فيك في الطول سلمى؟ انا في الطول 1.69 متر. انا في 1.68 متر بالضبط. واش كتقراي انت وسلمى في نفس لافاك؟ سلمى لا كتقرا في لافاك ديال سيونس وانا في ري بيسي وهي كتقرا في لافاك ديال دغوا ليكونومي ديال ايكونومي. شحال كتوزني في الطول شحال كتوزني في الطول؟ شحال كنوزن في الطول والوزن؟ شحال فيك في الوزن؟ في اخر مره تعرف كنت في 64 كي دابا كنت عارفه تكون في شي 60 ولا شي 65 ولا 66. انا اللي بغى يعرف شحال فيا في الوزن يجي عندي بخيفه في انستغرام. قولي لي شحال فيك في الوزن. لا علاش بنات كازا كيقولوا يوتيوب شرايا؟ شو ما مالكم زعما ما يمكنش تنطقوا حرف التاء فقط؟ مالو حرف التاء ما تشي راجل راجل عنص يلا قرا شي ديك حرف التاء راجل عنص كنطقوا حرف التاء. شوفوا حنا كنطقوا حرف التاء كنبغيو نخلعوا بنادم اصلا. حنا هضرتنا زوينه وهضرات بنات شكازا زوينه وحنا بومبا بومبا ماتشو بسم انت دابا حنا ديك الشام كنقولش مع اي واحد اه كنضحكوا هذيك التاء كنضحكوا بها كنطقوا التاء. شوفوا شنو هي اول مخاصمه ديالك انت وسلمى؟ اول مخاصمه اطول مخاصمه ماشي اول مخاصمه. لا لا اول شنو هي اول مخاصمه؟ اول مخاصمه امتى اول مره تخاصمت انا؟ اي عقلتي باش كنا في الثناء طاح لي التليفون جيت انت مطرق وانا مطرق نسيت هي هذيك اول مخاصمه. ما تخاصمها من قبل منا؟ لا لا ما تخاصمهاش فاش بغيتي تجي غدا جيتي كنتي عليا بغيتك حمار حشميت على بالنا كنا كنا مخاصمين. انا ما كنتش مخاصم الحلقه تنقرنا لا حيت تليفوني بسبابه واحد التليفون حط الحبير ندري بسبابه والله شي جبتيها لراسك هذاك النهار زعما بسبابي. السؤال اللي موراه كيقول فو سيري بريفيري. كنقول لك كيعجبني هذاك ديال ازهر مرشه كيعجبني والله كيعجبني داك المشعشع اللي كيدير فيها زهر مرشه ورمانه برطاج كيعجبني اقسم بالله كيعجبني كل نهار حيت كنتفرج فيها وحديد الدان هو كيعجبني. انا احسن سيري تفرجت فيها احسن سيري تفرجت فيها في حياتي هي حريم السلطان. ومن وراها كاين 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 بريزون بريك ديغيغ لي بارو شنو اخر لا كازا دي بابيل هادو زعما كيعجبوني ولكن احسن سيري هي حلم السلطان. خلو حلم السلطان وعسى شنو الاكله اللي كتعجب كل وحده؟ انا كيعجبني كلش صراحه وكل مره كنتها عاوتاني دابا نقدرش نقول لكم شي حاجه مشهياها كنا لا شوف قولي دابا انت انا نقول لك تقولي شي اكله زعما كلشي في الفاست فود وداكشي وشي اكله زعما في داكشي البلدي اه صافي زعما اختاري واحد الفاست فود كيعجبني صراحه كيعجبني لي بات كيعجبوني الفاست فود وفي البلدي في البلدي في البلدي في البلدي في البلدي كيعجبني كيعجبني كلهم
وفين دابا زعما مشهيده بالمقطم اللي كنت كتعجبني بزاف واخا ريحه مشهيه هي السفه المردومه وشنو اخر في الحلو وفي الحلو في الحلو في الحلو هذيك الكيكه اللي صايب شديده في شكل عيد ميلاد الكيكه هذيك الشوكولاته هنا كنصبس لينا خاوله انا في داك الشيء البلدي صراحه كيعجبوني ثلاثه الحوايج كيعجبني بالسطيله ديال الدجاج بزاف 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 وكيعجبني اللحم بالبرقوق كيعجبني اللحم بالبرقوق كيعجبني وكيعجبني كيعجبني الطواجن داكشي كامل كيعجبني انا والله كيعجبني كلشي وفي الفاست فود الصراحه اكثر حاجه كتعجبني هي التاكوس انا كيعجبني التاكوس مش طريقه انا كيعجبني التاكوس باغيين تخرجوا في المستقبل نبغيكم بزاف عبير من الجزائر شي ديديكاس ديديكاس لعبير من الجزائر ديديكاس كاع الناس ديال الجزائر تحيه من المغرب للجزائر اش راكي باغا تخرجي في المستقبل اش بغات تكوني سلمى بغيت تكون واحد انسانه ناجحه في حياتي بغيت نكون قادره انا بغيت نكون بوليسية محاميه قاضيه بغيت نكون عندي السلطه حتى انا الصراحه ما كنعرفش تدخلوا الحبس والله زعما ما كانتش خدمه تكون دي فيها السلطه ناري مع انا ما كنحملش الحقره حتى انا ما كنعرفش تكون قاضيه ملي نشد بنادم كينا من فوقاش وانتم صحابات جاوبنا على هذا ولا باقي مازال انا سلمى عامين ونص وانا وفاتي 7 سنين وحنا صحابات انا وفاتي من 2014 وانا وسلمى من 2018 في نيونات كنتمنى دوزوني ديروا لي ديديكاس ما عندي حتى سؤال كاع داكشي اللي بغيت نعرف عرفتو عليكم ديديكاس لسلمى سلمى 32 شنو هي دريم كير ديالكم اش بنتي لي اختي انا كتعجبني المرسيدس سلمى ماشي المرسيدس العريضه العاليه العريضه تعجبني انا كتعجبني فانا كاينين جوج اللي كيعجبوني الصراحه كتعجبني الرونج زعما وكتعجبني البورش وفاش ندير الفلوس وداكشي نختار ديك الساعه بيناتهم واش الرونج يبقى ليا غادي نحير فاش ندير الفلوس وكنقول نشري الرونج والبورش ناخذهم بجوج كنشري لك نشري وحده نشري وحده والعيطه ليا قولي صحتي شنو بغيتي في الكادو ديال لانيفيرسير الرونج ولا البورش كتبان ليا فاتي ظريفه بزاف زوينه بزاف ولكن باينه بلي عندها كاركتر واعر واش بصح 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 بحال كتعرفوها سبحان الله انا اللي كتب هادشي بحال كيعرف فاتي ظريفه بزاف وزوينه بزاف عندها كاركتر واعر هذا خو سلمى كتبان ليا ياكل يا سلمى صراحه مش الدار عزيز عليك انا ايمن قول لهم شحال عزيز عليك شكون عزيز عليك اكثر انا ولا سلمى كنموت عليك الله ما تجاوبيني دائما الله جاوبيني ما تجاوبينيش دائما والله غير كنحمق الله ما جاوبينيش ما جاوبيني شكرا نوسا نوسا اكس نوسا ما داتش فوقاش تزاديتي فوقاش تزاديتي سنه 19 لا 2002 شهر 10 نهار 20 شهر 10 نهار 20 انا 2002 شهر 10 نهار 8 انا اكبر منك ب 10 ايام 12 يوم ناري كبر منك باينه لك كبر منك شوفي اختي بيناتنا 12 يوم شكون تلاقينا في السبيطار فيك في الطاج سؤال محرج هذا مش سؤال محرج وجاوبنا عليه رجيني شتيني فاتي ما كتبغيش تاكسبتي فاتي ما كاينش بغيتش اكسبتي حيت فاتي شي يكون لي فوكونت ديال شي مكتوبهمش تدخل عندها وفاتي ماشي يوتيوبوزا فاتي عندها واحد الحياه بريفي كتبغي تبغي تبقى بريفي مع الناس اللي كتعرف وهي اصلا دابا فاش كدير معنا فيديوهات زعما راه كتكون كتضحك معنا وكتلعب معنا فهمتوا ماشي كديروا زعما هي باغا تكون في يوتيوب الموضوع هذاك الشيء كنلعبهم تلعبنا مع الشمع وداكشي حنا حيت حنا نقشبوا معاكم غاديين تكملوا في لافاك ان شاء الله ان شاء الله الا بغى الله الا والدينا انا الصراحه ما عرفتش انا ما عرفتش اه ولا لا كيفاش والديك خلاوك ديري يوتيوب نتمنى تجاوبيني والديا كيفاش خلاوني ندير انا يوتيوب بعدا لقيت واحد الصعوبه زعما ما كنتوش غادي تشوفوني في يوتيوب اصلا اللي عطلني باش ندير يوتيوب واش
صراحه كيجي شويه في شكل زعما تقولي لوالدك في الاول راه غادي ندير فيديو واحد في يوتيوب وما كيكونش فاهم الموضوع كيكون عنده واحد الصوره في شكل يعني ماشي كل زعما بحال كيشوفوا البنات والدراري اللي فلاش ديالنا في يوتيوب شنو كيديروا كيديروا افلام قصيره وداك الشيء وداك الشيء يمكنش مقبول واخا داك الشيء ماشي هو الكونتوني ديالي ولكن زعما فاش اقترحتها على عائلتي شافوا الفيديو ديالنا اللي بدينا بهم عرفوا اننا غنكون واحد الكونتوني نقي خصوصا ماما مع كتبع هذا الشيء بزاف زعما قالت لي لا بصفه نهائيه وبقيت معها مشكل ولكن دابا فاش شافونا داكشي اللي كنديروا قالوا لك ديروا فيديوهات وتوحشنا كان مغبرتش علينا والله الا متبعينا بحالكم دابا ولا عجبهم الحال وزعما كلشي كيتفرج وكلشي زعما كيشكر داكشي اللي كنديروا كلشي كيقول لنا كونتوني نقي الحمد لله الشيء اللي بغينا بغينا دائما نبقاو في حسن الظن ديال والدينا وديالكم وديال الناس اللي كيتبعونا شنو هي الاكله اللي كتصرعيها دابا انت اللي غادي تقولي شنو هي الاكله اللي كنصرعها صراحه الدجاج اللي عندك صاحبتي بالدجاج صافي غادي نكون عند خوالك انت جبني شاتك الكراتان كسرت ماشي بالحيل ديالي انت كسرت بين عجلك سلمك صبوع فاتي سلمك دير كراتان ما تعرفينيش انا غير تخلي لها شي كومونتير ولا انت ما كنتي اش هي الاكل كتسرعها فريز رهيبي الثانيه احسن حاجه صايبه سلمى طيب وعمرك طيبت البيض ديالي عارفه صايبه واعر زعما بيض كي درتي نقصتي الوزن كيفاش نقصت الوزن الصراحه درت بزاف بزاف المراحل الوزن كتقصي سيمانه وتزيدوها ولكن الله تدعم كدير الريجيم سيمانه وكدير نهار دي اوف كتر ونزع فيه كلشي لا لا كيفاش نقصت الوزن درت بزاف ديال الريجيمات ودرت شويه ديال السبور فواحد الوقيته واش كامل بقى كي المهم تنعاود لكم القصه ديال الوزن بوحده زعما كيفاش نقصت تسالي بعدا باقا ما ساليش باقا غلايضه شوفوا حنا كي قداش حتى نضعف ونسالي الريجيم ونقول لكم كيفاش نقصت الوزن والبنات اللي كيبقاو يسولون عشي مسكر البنات كيقولوا لي تعقدنا قلنا الريجيم واش البنات اللي باغيين يغلاضوا نعطيكم الوصفه البنات اللي باغيين يضعفوا انا غادي ندير لكم فيديو اون فوا غنسالي الريجيم غادي ندير لكم فيديو والله غادي نموتيفيكم وغادي نعاود لكم كيفاش ضعفت بلا ديطاي وغادي نعاود لكم الريجيم شنو هو اللي مزيان فيه وشنو هو اللي خايب فيه وكلشي كيف قلت دري هنا البنات انت الماكله ما كتحبسيهاش الماكله ما كنحبسهاش دابا طحت على ريزاستوس باش نقدر ناكل ونضعف واش فهمتوا داكشي راه مع الخبره سير 3 سنين وانا كندير الريجيم وكنقطع فهاد الريجيم الاخر نقصت 15 كيلو يعني مزيان ودابا باقا مكمله فيه وان شاء الله قريبا نساليه بقى لي فاش شي 10 كيلو صافي مور رمضان وقيلا غنحبسو صافي والسؤال اللي بقاو كيسولوني عليه بزاف 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 شحال كتخلصي من يوتيوب وفي الحقيقه الشهور جاتنا واحد شارجتنا 2 مليون واحد شارجتنا 4 مليون قسمنا بيناتنا ديك الصرافه ماشي شحال جانا جاني فلوس بزاف نسيت ما عطاتناش ما دخلها في الشهر السؤال كيتسولوني بزاف وكيتطرح عليا بزاف وبزاف الناس حتى اللي كنعرفهم كيسولوني بزاف على هذا السؤال زعما كيسولوني على شحال كتخلصي واش بديتو كتخلصوا من يوتيوب باش نشرح لكم كما عارفين بزاف الناس عارفين بان يوتيوب اليوتيوب حط واحد لي كونديسيون خاصك تكملهم باش تخلص انا هذوك لي كونديسيون كملتهم عام دابا كملتهم في مارس اللي فات باقي ما خدينا والو من يوتيوب شي حاجه كملتهم ولكن لاشين ديالنا باقا بحال قلتو باقا في باقا اونكو باقا في المراجعه يعني باقي ما ردوش علينا واش لاشين غادي تمونيتيزا ولا ما غاداش تمونيتيزا المهم داك الشيء ديال اليوتيوب هذاك التخربيق ديالهم ولكن حنا لحد الان دابا باقي عملنا خدينا شي ريال من يوتيوب والناس اللي كيسولوني علاش ما دايرهش الاشهارات علاش ما دايرهش راح باقا لاشين ديالنا ما تمونيتيزاتش باش نحطو فيها الاشهارات وحنا حتى اليوتيوب زعما درنا لا قبل خلاص ولا شي حاجه حنا حيت كيعجبنا نضحكو كيعجبنا نبارطاجيو وحنا يوتيوب دايرين واحد الشيء زعما كيعجبنا هادشي اللي كنديرو كنضحكو معاكم كنكتبو معاكم كيتلاقاو معاكم في الزنقه صافي والله صافي ونكبروا لاشين ديالنا شو اللي كبير بارطاجيو بارطاجيو الاصدقاء باش تشجعونا ونديروا لكم كونتوني واعر شي اللي اصلا اللي درنا لكم اللي زعما كنديروا دابا راه باقي غير شويه من داكشي اللي ناويين نديروا لكم في المستقبل صراحه اش داكشي اللي غادي نديروا لكم شحال واعر وبارطاجيونا باش تشوفوا داكشي اللي واعر صافوني فين عرفتي سلمى وكنبغيك بزاف سلمى عرفتها في ليسي بروميير اني بقاتني لقيتها في المدرسه صافي وتلاقينا ولينا صحابات ولينا صحابات واحد السرعه خياليه تلاقينا ولينا صحابات فهمتوا ماشي صحابات مع الوقت يعني تلاقينا لي يلا بغينا زعما كنعرفو بلاتي من شحال ولينا واحد صحابات حنا زعما صحابات من شحال هادي اه غير تلاقينا ولينا صحابات زعما ما كانش
ولاد السيده كتنشفني كتشفر لي الماكله من ايدي وتعلق جبد لي صداع من الاساتذه طلعكم مرحيه بتحاس على التليفون هرست لي تليفوني عشان ندمت وعرفت اكثرها فاش طيحت لي تليفوني وتهرست ندمت وعرفتك كيفاش جاتك الفكره ديال اليوتيوب وقولي لينا كيفاش جاتك الفيديو وكيفاش قدرتي تبداي حيت حتى انا باغا نبدا في يوتيوب وشجعينا عافاك كيفاش بدينا في يوتيوب بدينا كيفاش زعما جاتني الفكره ديال اليوتيوب اصلا الفكره ديال اليوتيوب كانت عندي كان كيعجبني يوتيوب وكنت كنشوف بانني نقدر ندير شي كونتوني زوين ولا كشي كان كيعجبوني لي فلوغ والصراحه يا اخويا اخويا كان كيعجبني شوف نهار على السيف يقول لي يوتيوب 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 كان كيعجبني من نقول لكم من كنت صغيره زعما ملي كنت في الكوليج وكيعجبني زعما ديما كنت كنشوف راسي انني غنقدر شي نهار نكون يوتيوبر ديما كنت كنشوف صافي فاش كنت في السيزيام وكنت كنقرا انا وسلمى ما عرفتش كيفاش دابا حنا كنا كنت واحد الانسان لا وانا نقول لك انا كيفاش زعما قلت ليها نديرو يوتيوب كنا دائما بعدا كن لي سناب وستوريات وداكشي ديما كيبان لي حنا مقشبين ضاحكين ديما كنبارطاجيو مع صحابنا داكشي في السناب في السناب كنا كنبارطاجيو داكشي غير في السناب فيديوهات ديالنا وكلشي ما كنا مخلوع عن باقي مخلوع من يوتيوب كنكون ديرنا يوتيوب داك الوقيته زعما كنا دابا غادي نقدروا نكونوا بزاف داك الشيء كنا كنضحكوا بزاف غير في السناب كنا كنبارطاجيو داكشي وزعما داكشي كان كيعجب كان كيضحك زعما لي زامي ديالنا كلشي كيموت بالضحك كنا اولكن بالضحك اللي كنضربي كنش العقل كان داكشي زعما كنبارطاجيوه مع لي زامي وداكشي في السناب وكان كلشي زعما كيموت بالضحك صافي قلت لها اجي نبداو نديرو فيديوهات طوال ونلوحو في يوتيوب وداكشي صافي سلمى ما عندها حتى شي اختيارات انا كنخاف عطيني ديك الفيديوهات اللي هني شحال ساعه الصراحه شوفوا شي في البدايه ديال يوتيوب كنت ثقيله على القلب وعاوديها ما عجبناش عاوتاني تقول البدايه ديال اليوتيوب صعيبه بزاف 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 كنت خايفه من عاوتاني الناس كيفاش كيشوفوك يقدر شي واحد يقول لك شو كيفاش كديروا فاش تبغيو تبداو ما تسمعوش الهضره ديال الناس وما تبقاوش تمشيو عند الناس تقولوا لهم انا غنبدا يوتيوب فهمتوا ما تخليوش الناس يعطيوكم الراي ديالهم فاش يلا تكونوا بادين الراي ديال الناس ديروا فشي بلاصه اخرى ما ديروش في راسكم كاع فاش تكونوا يلا بادين نتوما خاصكم تكونوا ثاقين في راسكم شي اون فوا كتيق فراسك وكتعرف راسك بلي شي نهار غتوصل لهداك الشيء اللي باغي توصل ليه غادي توصل غادي توصل هادي خليوها فراسكم انت داك الشيء كيجي من عندك انت ما كيجيش من الراي ديال الناس اي حاجه واهم حاجه نقول لك هاد الفيديو اهم حاجه في يوتيوب ماشي هي شكون انت اهم حاجه هي الكونتوني ديالك واش فهمتوني كيما بغيتي تكون كيما بغي يكون الشكل ديالك اهم حاجه هي الكونتوني هو اللي كيركزوا عليه الناس يعني انت داك الشيء اللي كتشوف راسك ولا انت زعما اللي كتشوفي راسك غتقدري ديري اللي غادي كيعجبك وغتقدري ديريه وتعطيه للناس ديريه وتيقي في راسك وان شاء الله غادي تمشي بعيد الا كنتي تيقي في راسك ومؤمنه بانك غتوصلي ما عندكش الشك في راسك وصافي والهضره ديال الناس ما تسمعوش ليها بزاف وحتى في لي كومونتير زعما الا جا شي واحد بدا كيعايركم حيت انا كنت كتوقع ليا كتجي عندي شي واحد يلقى لي ما فيديو عيان سلمى مش عند خويا نقول انا خويا الفيديو جا خايب وهادي كنت حيت انا بحكم عارفاش سلمى في الاول فاش يلاه كنا بادين وكنا كنلوحو فيديوهات في الاول كنا كنلوحو فيديو كان عندنا لي فيو قلال وداكشي كيبقاو يجيو عند الدراري اللي كيقراو معانا كيبقاو يقولوا لها حامضه اش كديروا ويلي فيديو عيان نتوما علاش كديروا هادشي دايره الضحك في راسك صح انا شي كنت كنسمعو كان مكنداش في بنادم حيت انا اللي عارفه راسي شنو هو باغا ولكن سلمى هادشي كان كيأثر فيها في الاول ولكن بقات مصره كانت سلمى كتقول لي مسح هاد الفيديو ما عجبنيش مسح هذا لا صافي شي واحد يقول لي لا ولدكشي راه باسر وداكشي وحتى فاش تبداو ويبداو زعما يبداو الناس اللي ما كتعرفوش يكومونتيو ليكم يقدروا شي ناس يعيروكم شي ناس فهمتوا بحال غيبغيو يبداو يجبدوا لكم العيوب ديالكم شي ناس مراض هادو كاينين هادو هما اللي غيقدروا الا كان الشخصيه ديالك قويه ما غاديش ياثروا فيك بطبيعه الحال ولكن اذا كنتي دغيا كتقلق ولا عصبي ولا شي حاجه ما خاصكش هادشي خاصك تكون بعدا متوقع من يوتيوب فاش تكون بعدي خاصك توقع انك غادي يعايروك غايبغيو يهبطوا منك غايبغيو شحال من حاجه هادشي ما خاصكمش تسوقوا ليها البنات فاش تبغيو تبداو كنتو حتى كان في راسكم ومصالحين مع راسكم كيف ما نقولوا وما تخليش اي حاجه تستفزك والله تكوني عارف راسك زعما انت كيفاش دايره وانا هذاك بنادم ما عندوش فاش غادي تيقوا في راسكم والله زعما يوتيوب كيبغي تيقى في النفس وكيبغي تكون عندك واحد الشخصيه قويه هذه من مهمه بزاف حيت اون فوا غيبداو يعايروك غادي تبدا تاثر غادي تحبس غتحبس تقول غتحبس غيعقدوك غادي تحبس ولكن الا كنتي انت قاد براسك وقوي وكتجيك هضره الناس زايده ناقصه
غادي تكمل مزيان. وفاش غادي غادي يبداو الناس يتفاعلوا معاكم وغيبداو يوليو عندكم كيف عجبك الحال تاعك في الدير فيديوهات وداكشي زوين ديك الساعه صافي كلشي كيولي ساهل. فاش كيوصلنا شي ميساج في انستغرام كان كتبوا الحماس كنضرب نصور ايه ولا فاش كنتلاقاو في البنات في الزنقه كيجيو ولا في لافا يقولوا لنا عرفتي دابا بحال فاش كنا في لافا شحال ديال البنات جاو عندنا عرفتي كيفرح هذاك الشيء كيخليك زعما دير شي حاجه اخرى كيش بغيت تزيد تعطي ايوا صافي هادشي اللي كاين. وان شاء الله دابا ندير لكم فيديو على الناس اللي باغيين يبداو في يوتيوب ونقول لكم كاع داكشي زعما اللي غادي تحتاجوه في الاول وكيفاش تبداو في الاول داكشي غندير لكم كل فيديو بوحدو زعما الا كنتو باغيين بحال الفيديو خليوها ليا في لي كومونتير. الناس اللي باغيين يبداو في يوتيوب خليوها ليا في لي كومونتير باش نقول لكم ولي زابليكاسيون ديال المونتاج وداكشي اللي كتسولوني عليه ديما حتى هو غادي نقول لكم. واش ناويه تبقاي ديري هذا المحتوى ولا ناويه تطوريه وتبدلي وتزيدي في الكاليتي؟ بيان سور ما ناويش زعما نبقاو ديما غيبقى هذا المحتوى غنبقاو حنا وما حنا ولكن ناويين نطوروا لاشين ديالنا ناويين نديروا لكم شي حاجه زعما زوينه مختلفه وداكشي باش نقدروا زعما كيجيني شحال ما طولنا في يوتيوب شحال ما غادي نبقاو نطوروا من راسنا. هذه واحد الحاجه ضروري يعني كل مره ما يمكنش نبقاو نديروا لكم ديما هذا الشيء بهذا النيفو وغتبقاو نتوما متبعين ضروري غنجيبوا لكم الجديد ان شاء الله ضروري الشيء غيعولوا عليه وباقي بزاف المفاجات غادي نديروهم لكم بزاف الحوايج. ونشكركم على الدعم ديالكم وعلى لي ميساج ديالكم وعلى كلشي زعما كتفرحونا بزاف وشكرا بزاف. وبغيت نطلب منكم لي زامي انا وسلمى وحط على فيديو اركنا على زينكم بغيناكم تدخلوا عند واحد البنت صغيره الله حلات الشين ديالها وبغينا نفرحوها وندخلوا نتابوناو عندها حيت عزيزه عليا ديك البنت بزاف. هي كدير زعما كتفلاشين ديالها كتهضر بالدارجه وهي عايشه في الاسبان كتهضر بالدارجه وبالسبانيونيه يعني تقدروا تعلموا من عندها شي كلمات ولا شي حاجه. وصافي انا نخلي لكم اللين ديال لاشين ديالها في الديسكريبسيون دخلوا عندها تابوناو بزاف. باي باي وما تنساوش تدخلوا عندنا انستغرام ضروري.